وادي نيلسون ويلعب كره طويله حلوه وهوبا جوجوت فعلاً يا حلوه 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 معموله اوفر رايح طبعا يسلم عليه هو اللي عمل الجول هو اللي عمل الجول كوميس اندرسون عملها جميله جدا جدا ويخش بقى ويجيب الدور الثالث في الدقيقه 36 يا هايله 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 وحلوه حلوه حلوه خطر جدا زي الصقر قدام الجول ده زي الصقر جوه الجول وبقى جايب النهارده جولين وجول قبل كده بقى ثلاثه وكوميس اندرسون لعيبه هايله وهوبا جوه الجول جوه الجول الجول الثالث والسويس عملها شوف حلوه ازاي كريس اندرسون رقم 19 وجابها جوه الجول ده بهيد جميله جدا على شمال ديمتري خارين يجيب الجول الثالث يبقى هو وباتيستوتا عندهم ثلاث اجوان هو جاب ثلاثه النهارده واحد في الكاميرون وشوطه جامده تطلع بره وتبقى ضربه مرمى للسويس